بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. Practice test A exam 1 based on units 1 و 2 3. الامتحان ده امتحان شامل، هنراجع بيه الثلاث وحدات 1 و 2 و 3 من كتاب The Best بعد الحذف. طبعا كده كده ده على أول ثلاث وحدات، امتحان شامل على بكل يعني جزئيات الامتحان. أول جملة بيقول لي The parcel arrived in the post 10 a.m. when I not still at work. عاوز يقول يعني ان الحاجة اللي هو كان منتظرها اللي هي البارسل يعني وصلت الساعة 10 لما انا كنت لسه مستني في العمل يعني، فهو عاوز يقول انا كنت موجود. فهو استخدم وين كرابط وجاب قبلها هنا ماضي بسيط، يبقى اللي بعدها هيكون ايه؟ يا هيكون ماضي مستمر يا هيكون ماضي بسيط يا ماضي تام. طيب مفيش ماضي تام، ماضي مستمر ووز بوينج ووز بينج ما تنفعش، دي مش ماضي مستمر اصلا، ما ينفعش تبقى بالشكل ده. اما الماضي البسيط هتبقى واز، يبقى مفيش غيرها هي واز هي الاجابه عشان يبقى خدنا ماضي بسيط مع ماضي بسيط. When one airline space its price، لما واحده من حاجات الايرلاين its price السعر بتاعها يعني the rest soon do the same، لما حاجه تبقى مثلا عايز اقول لي حاجه بتتباع لما السعر بتاعها بيحصل له كذا باقي الحاجات بيحصل فيهم نفس الموضوع. يبقى when one airline prevents تمنع cancels تتلغي reduces its price يقل يعني تقل السعر replace يستبدل اكيد ولا واحده تمشي بالمعنى ما عدا reduce اللي هي يقلل 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 ايه السعر. طيب رقم 3 الجملة grammar what space at midday yesterday. طبعا عرفنا هنا ان في ميعادين دايما بنتفق على الجملة دي، midday منتصف النهار و yesterday يبقى هو عايز ماضي مستمر على طول. طيب ماضي مستمر are you doing ده مضارع مستمر، were you doing ده ماضي مستمر، you were doing برضو ماضي مستمر، have you done ده مضارع تام. يبقى انت عندك اتنين، تركيب السؤال لازم ابدا باداة استفهام قبل الفاعل، يبقى دي ما تنفعش، يبقى الاجابه هتبقى were you doing. We can use the internet مش هنقدر نستخدم الانترنت at the moment في اللحظه دي because the computer is احنا مش هنقدر نستخدمه. يبقى الكمبيوتر out of line ولا offline ولا online ولا inline؟ طبعا الكمبيوتر هيبقى offline. كمال نقط an English person before he met my friend Jack. كمال نقط، المهم ان هو استخدم before هنا كرابط وجاب بعديها ماضي بسيط، يبقى طبيعي لازم يكون قبليها ماضي تام، يبقى الماضي التام اللي هو had والتصريف الثالث يبقى hadn't met. hadn't met لم يقابل. طيب it's best to انه من الافضل لك ان نقط the dried fish تعمل ايه في السمك المجفف في المية قبل ما تطبخه. sink تغطسه، seek يسعى او يبحث، سوق ينقع، save يوفر اكيد انت هتنقعه في المية قبل ما تطبخه. before there was a bus قبل ما يبقى فيه اتوبيس للقرية بتاعتها. منى and her brother نقط to school كانوا بيروحوا المدرسة ازاي قبل ما يبقى في اتوبيس من قريتها للمدرسة. تمام. طيب الراجل استخدم before في بداية الجملة وجاب بعديها was اللي هو الماضي البسيط، يبقى عايزين الناحية التانية ماضي تام، يبقى had always walked. had always walked. بعدين the students الطلبة were very helpful كانوا متعاونين and helped to وساعدوا لكي نقط some of the rubbish that was in the canal. هنا بقى عايز معنى مش جرامر. طبعا هيعملوا ايه في الرابش؟ رابش اللي هي القمامة. remove يزلوها، rescue ينقذوها، respect يحترموها، research يبحث. طبعا طبيعي ان هو عايز remove يزلوها. you can talk to طارق مش هينفع اتكلم مع طارق because he not out عشان هو used to go out ولا had gone out ولا has just gone out ولا goes out. طيب انت مش هينفع تتكلم معاه because علشان هو، عايزين نقول ايه خارج بقى. طيب كان دي مضارع، كان مضارع انت مش هينفع تتكلم معاه. طيب حلو خالص مش هينفع تتكلم معاه، يبقى المضارع ده مش هينفع يقبل ماضي الناحية التانية، يبقى الماضي ده بره، الماضي ده بره.
مضارع مضارع؟ لا، مضارع تام has just gone، لانه لسه تويه ماشي. buyers كان البيع المشتري، buyers المشتريين كان يقدروا نقط this novel to read on موبايل ديفايس. buyers كان لود يحملوا، take الرواية دي download upload. buyers اللي هم الناس المشتريين، المشتري ده مش هيرفع النت متهيألي، هيحمل الرواية عشان يقراها. تمام. علا is nervous because she not a talk to the class before. علا is nervous عصبية because لان هي she يبقى انا عندي because هنا وعندي قبلها مضارع، فهي عصبية عشان هي ايه مضارع تام بنفس الطريقة اللي فوق بالظبط. has never given a talk before. has never given a talk before. security checks have become really spaced at the airport. التفتيش يعني عموما الامني اصبح حقا كذا في المطار، اصبح حاجة ايه في المطار، حاجة stable ثابتة، strict صارمة، fatherly حاجة كده أبوية، kind حاجة عطوفة، طبعا strict حاجة إيه صارمة يعني لابد منها. don't be late اوعى تتأخر. الأتوبيس نقط at exactly 10 o'clock. الأتوبيس هيمشي الساعة بالضبط يعني 10. طبعا الأتوبيس ده موعد ثابت، والمعاد الثابت بياخد الفعل زائد S صح، يبقى leaves. نبيلة نقط here grandchildren. She always gives them lots of food. بديهم طعام كتير. And presents وهدايا. بتديهم أكل وهدايا. يبقى هي كده بتعمل لهم إيه؟ بتضايقهم؟ بتكرههم؟ spills دي يسكب يدلق يعني spoil يفسد أو يدلل. هي دي. تمام؟ A lot of people ناس كتيرة are waiting for the museum. منتظرة المتحف. To open عشان تفتحه. اتنقط busy here today. اتنقط busy here today. هنا برضو الجملة بتتكلم عن المستقبل. الراجل اداني دليل ان في ناس كتيرة مستنية المتحف لما يفتح. يبقى المتحف هيبقى ايه؟ هيبقى زحمة. طيب اداني دليل وجود الناس ده دليل على ان هو بيتنبأ بناء عن وجود دليل. يبقى لازم ياخد is going to be busy today. Without a tutor. المعلم الخاص. بدون المعلم الخاص. تو نقط. your work علشان يعمل كذا لشغلك. how will you know if you got it right. طبعا mark يعلم، يعلم يعني يعرف الشغل بتاعك يميزه. طيب it's very hot in the house. الدنيا حر او في البيت. I not on the air conditioner. التكييف. طالما الدنيا حر يبقى الراجل هيقعد يعني ناوي يعني ان هو يفتح التكييف. طبعا ده قرار سريع يبقى will والمصدر. حازم doesn't like cold water. حازم ما بيحبش المياه الساعة. but we not him. بس احنا بنعمل له ايه بقى؟ that swimming is good. بس احنا نعمل له ايه علشان نقول له ان السباحة حاجة جيدة. طبعا convince نقنعه، نقنعه بيها. في encourage يشجع. تمام؟ هنشجعه ان swimming is good؟ لا متهيألي مش هي خالص. نربيكه طيب؟ طب نصبطه او نحبطه؟ لا. we can use classroom. مش هينفع نستخدم classroom 5 tomorrow. because they not the walls. because they paint ولا will have painted ولا are painting ولا will paint. ركز لي على because دايما وقبلها مضارع يبقى مضارع تام. تمام؟ احنا لسه واخدينها من شوية كذا مرة فوق. طيب هو مش جايب مضارع تام هنا. يبقى احنا بيتكلم عن المستقبل عشان وجود كلمة tomorrow. فبيقول بقى we can't use classroom 5 tomorrow. مش هنقدر نستخدم الفصل بتاعنا الساعة 5 بكرة. because they are painting the walls. لان هما هيبقى بيدهنوا الحيطان. طيب ليه ما خدتش مثلا مضارع بسيط عشان مش موعد ثابت. ليه ما خدتش مضارع تام ومستمر ما عنديش دليل عليه. ليه ما خدتش مضارع بسيط مستقبل بسيط ويل والمصدر علشان برضو ما عنديش قرار سريع، ما عنديش حقيقه، ما عنديش تهديد، ما عنديش وعيد، ما عنديش عرض، ما عنديش الحاجات دي. لكن انا هنا مخطط. احنا مش هنقدر نروح الفصل عشان هم ناويين يعني مخططين في خطه مرسومه ان الساعه 5 هيكون في شغل. I made a promise. وعد. promise انا عملت وعد.
to you ليك and I not to keep it وانا عايز يقول له ايه همشي يعني هنفذه تمام. طيب invent هخترعه invest استثمره invite هدعيه intend to انو ان انا انفذه انو ان انا انفذه. The mechanic الميكانيكي not repairing your car اللي بيصلح العربية by the end of the week بنهاية الأسبوع will finish by وفترة مستقبلية by وفترة مستقبلية ده دليل ايه؟ دليل المستقبل التام. المستقبل التام يبقى will have finished will have finished. The latest CD أحدث CD is a نقط of new and old songs بيبقى عبارة عن كذا ما بين الأغاني القديمة والأغاني الجديدة خليط خلط رطوبة معلم أثري طبعا mixture خليط بين كذا وكذا. We haven't needed extra stuff احنا مش عايزين ناس تاني زيادة as نقط انا عايز يقول دلوقتي حد الآن but we may in the future بس والله لحد دلوقتي يبقى هو عايز يقول لحد دلوقتي بس احتمال نحتاج في المستقبل. الجملة منفية مضارع تم منفي الحاجة جيت صح؟ ها لحد الآن بس ممكن نحتاج في المستقبل. The city council عايز يقول مجلس المدينة is not for keeping the streets clean هو بقى شغلته ان هو يخلي شوارع المدينة ايه نظيفة يبقى انا عايز اقول مسؤول تمام. طيب or responsible غير مسؤول respected محترم بقى responsible مسؤول تمام awarded بقى دي ليه كفاءة ممنوح. that is just space the shop راح المحل فانا عايز اعرف راح وجه ولا راح ولسه هناك. he will be back هيرجع في خلال دقايق يبقى has gone to راح وما زال هناك he has gone to تمام لان هي gone وحديها ما تنفعش احنا بناخد gone وبعدها ايه to والمكان gone to والمكان تمام. طيب ماشي بعدين كريم has been really good at english كريم كويس في الانجليش تمام. طيب بعدين فين يا رب نسيت جملة نسيت جملة not many people have read my cousin's book مش ناس كتيرة قارت كتاب قارت الكتاب بتاع مين بتاع ابن عمي because she بتاع بنت عمي because she couldn't find عشان هي ما لقيتش ايه مكتبة ما لقيتش ناشر ما لقيتش مكتبة برضو ما لقيتش بايع كتاب طبعا عشان ما لقيتش حد ايه ينشر لها الكتاب او يحركه لها. يعني كريم has been really good at English كريم كويس في الانجليش نقط he went to England on holiday last summer يبقى هنا بقى سبب بقى هو كويس في الانجليزي علشان راح تمام. طيب يبقى المفروض كنا عايزين because مثلا لانه راح انجلترا. طيب ماشي يا اما since دي اصلا تنفع بمعنى منذ وتنفع بمعنى لان فانا ممكن اقول ايه هو كويس في الانجليزي منذ ان ذهب الى انجلترا الصيف الماضي او لانه برضو نفس الكلام تمام. my granddad my grandparents اجدادي الاثنين بقى تمام my grandparents اجدادي البيت بتاعهم old fashioned موضه قديمه and doesn't have many وما فيهوش ايه gadgets garrulous تكنولوجي الكترونيكس طبعا اجهزه منزليه كتير عاوز هو يستخدم كلمه جاجتس اللي هي الاجهزه المنزليه. بعدين when we saw the hotel لما شفنا الفندق we نقط said it was great place for holiday عرفنا ان هو مكان جميل للهوليداي طبعا هنا الرجل استخدم when كرابط وجاب الزمن الاول ماضي بسيط يبقى التاني ينفع يبقى ماضي مستمر وينفع يبقى ماضي تام وينفع يبقى ماضي بسيط. طب ده جايب التلاتة ده كمان مضارع تام ممكن يمشي مع وين برضو. طب يعني الاربعة ينفعوا؟ لا طبعا اول حاجة هنطلع المستمر لان الفعل ان هو بيقبلش اي نجي يبقى دي برا. ماضي تام حدث سبق حدث مفيش احداث سبقت حدث ده احنا مجرد ما شفنا عرفنا. طيب احنا قلنا لما يكون الاحداث ما بينهمش فاصل بناخد ايه بناخد بسيط بسيط الحدثين يبقى هناخد نو. The film is very كذا I prefer to watch something that will make us laugh الفيلم كان كذا انا افضل ان انا شاهد حاجة تخلينا نضحك يبقى كده الفيلم كان serious كان جاد ليه انا عايز اشوف حاجة تخلينا نضحك شوية
يبقى اذا لو هو كان فاني يبقى احنا كنا نضحك، كنا انما هو بيقول ايه الفيلم كان كذا وسكت وقال افضل ان اشاهد حاجه تخليني اضحك، يبقى ما كانش حاجه، يبقى الاولاني ما كانش حاجه تخليه يضحك بقى. تمام طيب ماشي. القطعه هنسيبها يعني كده كده، القطع زي ما انتوا عارفين لازم تبقى انسين، حاجه مش موجوده، حاجه جديده يعني انت ما شفتهاش قبل كده او ما حلتهاش قبل كده. تمام طيب. What special event going to take place in Rurutania؟ ايه الحدث الخاص اللي هيحصل في روريتانيا؟ There will be a war، هيبقى في حرب. There will be a new king، هيبقى في ملك جديد. There will be a new duke، هيبقى في دوك جديد. Colonel Sept is going to become ruler، سبت هيبقى هو الحاكم. طبعا there will be a new king، هيبقى في حاكم جديد. تمام. Who is the duke، مين الدوك بقى؟ The true king ولا the king's half brother ولا the king's father ولا رودولف راسندلز براذر؟ طبعا the king's half brothers، كلنا عارفين الدوك اللي هو مايكل، اخو الملك غير شقيقه. Why does Fritz von Turenheim say، ليه بقى فريتز قال that he understands رودولف راسندل ويل، ان هو فهمه كويس؟ يا ترى علشان هما ظباط مع في جيش الملكه ولا want to be king عاوز يبقى king، ولا هما الاثنين look like the king يشبه الملك، ولا they both want to meet عاوزين يقابلوا الدوك؟ طبعا علشان هم فين رقم الثلاثة، they both want to be، علشان هما officers for king، عشان هما ايه يعني ده كان في جيش الملكه وده كان في جيش الملك، فايه كده يقدروا يفهموا ايه بعض. As well as، بالإضافة إلى how he looks، كيف هو يبدو. In what way is Rudolf Rosendil like the king، يشبه الكينج في إيه بقى. They are not kind men، مش راجل كويس. They both like fighting، بيحبوا القتال هما الاثنين. They both have an easy life، هما الاثنين حياتهم سهلة شوية. ولا they are both English، ولا هما الاثنين ناس English. الشيء المشترك بينهم ان هما الاثنين they both have an easy life، حياتهم هما الاثنين سهله. What kind of person do you think that Rudolf Rosendil is، ايه رايك في شخصيه رودولف راسندل؟ طبعا لما اجي اتكلم عن رودولف راسندل اقول مثلا he is a gentleman، هو راجل جنتل. From rich family، من أسرة غنية. And happy to have an easy life، وسعيد إن هو يكون حياته إيه سهلة مثلا. تمام. كمان he is happy to travel to Rurutania alone، هو سعيد إن هو مسافر روريتانيا لوحده. Without telling anyone about his destination، مش بيقول لحد على المكان اللي هو رايحه. Rosendil's position in society، موضع راسندل في المجتمع. give him opportunities، اداله فرص. do you agree، هل توافق؟ طبعا هقول له I agree because he went to good schools، راح مدارس كويسة. and learned many languages، وتعلم لغات كتيرة. وكمان نقول له he is good at sword and ride a horse، كويس في السيف وركوب الحصان وكده يعني. طيب هل تعتقد انه ممكن ان يكون هناك مشكلة with the fact that Rudolf looks very much like the king، في مشكلة هيسببها؟ طبعا برضو هقول yes I think أو yes there might be a problem، هيبقى في مشكلة. if he went to visit the king، لو هو ناوي يزور الكينج مثلا هيبقى في مشكلة. many people will think he is the king، ناس كتير هتعتقد ان هو الايه الكينج اوف روريتانيا. تمام طيب. المحادثة أمير بيناقش الهوميرك with ناصر، فأمير بيقول له I need to research information، أنا كنت بس عايز أعمل research information عن روديارد كابلينج for an easy. طبعا بالنسبة للمحادثات هيبقى نفس الموضوع، يعني مستحيل يجيب واحدة من الايه من الـ بتوع الاكتيفيتي الورك بوك، بس احنا هنحلهم علشان نعرف الطريقة اللي بيتحل بيهم. فالمهم الراجل ده عاوز يكتب او عاوز يعمل بحث على الانترنت ويجيب معلومات معينة عن حد معين لمقال عايزه. but I don't know which website، بس انا مش عارف استخدم انهي موقع بالظبط على الانترنت. تمام
فراح ده قال له سؤال رد وقال له حاولت ان انا اكتب اسمه في البحث او في محرك البحث بس لقيت مئات من النتائج. موقع واحد قال ان هو كتب قصيدة واحدة بس. تمام طيب ماشي. المهم انت عشان تحل المحادثة برضو لازم تقراها كلها، ما ينفعش ان انا اشوف كده الاجابة واروح ايه شغال، لا لازم اقرا وافهم. طب عشان كده هنكمل. المهم ايه، راح قال له حاجة وبعدين قال له ده كتب قصائد كتيرة، قال له طب انت فين لقيت المعلومات دي؟ قال له في موقع اسمه كذا كذا في قصائد عنه، ممكن يبقى المعلومات اللي فيه غلط. قال له يس وكمل كلامه مش بسؤال عادي. بعدين قال له اي ثينك ذاتس انكوركت، اعتقد ان ده مش صح. ايه بقى عنوان المقال؟ قال له عنوان المقال كذا اللي هو موجود فوق يعني. بعدين قال له طب اكتب اكتب عنوان المقال زي ما انت عارفه اللي هو نفس الكلام اللي قاله فوق. تمام طيب ماشي. الى حد ما دلوقتي شبه ان احنا عرفنا كل حاجه عنها، ادي عنوان المقاله اهو تمام اللي انا هكتبه في الاجابه فوق. قال له اي ثينك، ساله سؤال قال له اعتقد ان هو مفيد. بعدين قال له من المهم انك انت تكتب ايه السورسز والانفورميشن مصادر المعلومات بتاعتك يعني. راح ساله سؤال قال له فكره حلوه انا هبقى ايه اكتبها. ففي الجمله الاولى هو بيقول له انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا عايز ابحث عن ده وكل ما ابحث الاقي مئات إيه النتائج. هيقول له ايه بقى؟ هيقول له مثلا يو شود، يجب عليك لو انا حبيت، بس هو طبعا عايزها سؤال، عايزها سؤال رقم واحد بدليل ان هو حط لي علامة استفهام في النهاية. تمام فانا المفروض هقول له ايه بقى؟ should you، هل يجب عليك؟ طب هي استنوا ثواني كده عشان ده في واحدة غلط ممكن تكون هي فعلا اللي غلط. I need to research information about، أنا عايز أبحث but I don't know which website to use. سأله سؤال فهيقول له why don't you try typing his name into a research. طبعا هيقول له ليه why don't you know هنا بقى؟ ليه؟ عشان أقول له لما لم تحاول أن تكتب اسمه في محرك البحث؟ قال انا حاولت والله بس لقيت مئات. يبقى هنا السؤال هيبقى ايه؟ why don't you try typing his name into a research engine. تمام قال له حاولت بس لقيت مئات النتائج. فالمهم قال له ايه بقى؟ واحد منهم قال ان هو كتب يدوب قصيدة واحدة، فراح قال له حاجة بعدين قال له ده كتب قصائد كتيرة. يبقى هيقول له ايه بقى؟ هيقول له I think this is wrong، اعتقد ان ده غلط، هو كتب قصائد كتيرة، ما دي جملة دي مش سؤال. يبقى انا هقول له I think this is wrong، خطأ او not correct، اعتقد ان ده مش صح. فقال له ايه؟ where did you find that information، انت لقيت المعلومات دي فين؟ قال له والله موقع اسمه كل حاجة او كل شيء عن القصائد. قال له do you think that is the information is wrong، هل تعتقد ان المعلومات دي غلط؟ هيقول له yes I think so، نعم اعتقد ذلك، لان الراجل بيقول له ده كتب قصيدة واحدة والراجل عارف ان هو كتب قصائد كتيرة. فقال له ايوه اعتقد ان ده ايه غلط. تمام او ممكن يقول له I can't believe that، انا مش مصدق الكلام ده. قال له اعتقد ان ده الكلام ده غير صح. What is the title، ايه عنوان المقال بقى؟ طبعا عنوان المقال اللي هو هيتكلم عنه اللي هو قاله فوق ده اللي هو روديارد كيبلينج اللي هي دي. تمام هاخدها واكتبها زي ما هي في رقم 4. تمام هي عنوان الايه المقال. طيب قال له بعد كده اوكي اكتب كده عنوان المقال اللي هو جابه من تحت من هنا اهو. تمام اهي دي زي ما هي كده تتكتب زي ما هي في رقم 4. قال له اكتبه في محرك البحث والجيت في اور ريزلتس ناو، هتشوف نتائج اقل يعني. قال له يس لوكس اهو جه 10 موست اشهر عشر قصائد لي. فراح ساله سؤال قال له يس اي ثينك اتس فيري يوسفول، فطبيعي ان هو يقول له ايه از ات يوسفول، هل هذا سهل؟ تمام قال له ايه بقى؟ قال له يس اي ثينك اتس فيري يوسفول، علشان هي جايه بس على هيئه ايه سؤال، از ات يوسفول is it enough كده يعني. تمام فالمهم قال له ايه بقى yes. بعد كده قال له it's important to write down your sources information it's important، من المهم انك انت تدون السورسز بتاعت المعلومات بتاعتك. فسأله سؤال قال له دي فكرة ايه؟ فكرة جيدة. يبقى السؤال هيبقى ايه بقى؟ السؤال هيبقى على هيئة مثلا سؤال مزيل، يقول له مثلا ايه هنا اتس، يبقى isn't it، اليس كذلك؟ قال له ذات از جود ايديا، ذات از جود ايديا، انها فكره
جيدة. تمام. طيب نيجي بعدين للترجمة. بيقول له we all appreciate the profession of teaching because a good teacher builds good citizens. نحن جميعا نقدر مهنة التعليم لأن المدرس الجيد يبني مواطن جيد. نحن جميعا نقدر مهنة التدريس لأن المدرس الجيد يبني مواطن جيد. طيب we should honor great writers and thinkers especially those who have published distinguished works. عاوز يقول يعني لابد أن نعظم أو نشرف أو نكرم الكتاب والمفكرين العظماء. الجريد هنا جاي على رايترز وجاي على ثينكرز، يبقى هنا بقى الكتاب والمفكرين وراح راجع الصفة العظماء. تمام. خصوصا هؤلاء الذين have published نشروا الأعمال المميزة. تمام. لقد كتب الروائي عبد التواب يوسف العديد من قصص الأطفال الشيقة. طبعا هبدأ بعبد التواب يوسف، وأنا أول ما بشوف لقد المفروض أن أنا بستخدم مضارع تام. تمام. ما لم يكن عندي دليل على زمن الماضي، فهبدأ ب عبد التواب يوسف has written أو ممكن أقول كمان the novelist عشان هو قال الرواية أهو. تمام. the novelist عبد التواب يوسف has written many عشان الكثير دي أو العديد many، واروح جايب بالشيقة قصص الأطفال. تمام. يبقى many exciting children stories. ها many exciting children stories كثيرا من قصص الأطفال الشيقة. ومجرد أنني رأيت الحادث اتصلت بالشرطة وحضروا على الفور. عاوز أطبق القاعدة بتاعت مجرد أن اللي هي as soon as، وأجيب بعدها إيه هنا بقى محدش يقول لي ماضي تام ماضي بسيط، لأن الحدثين إيه على الفور دي يدل إن هما حصلوا ورا بعض على طول، فلازم يكونوا الاتنين بسيط. فهقول بقى as soon as I أنا saw رأيت the accident الحادث I أنا called اتصلت بيه على طول شرطة بوليس I called the police. تمام. and وهم طبعا وحضروا من اللي حضر شرطة، يبقى they came في الماضي برضو they came at once على الفور اللي هي at once. تمام. ده كان الامتحان الاول بالتفصيل لكل حاجة. ان شاء الله المرة الجاية نحل لكم A B. تمام. مش عارفين لو انتوا استفدتوا قولوا كمل، لو براحتكم يعني. التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.